يفتح هذا المشروع، ونتمنى لمن عمل في هذا المشروع وعلى رأسهم أخي سيد خالد المرزوق وأبنائه فواز وأخوانه وجميع الشركات والمقاولين الذين عملوا في هذا المشروع، نتمنى لهم كل التوفيق ونتمنى لهم كل النجاح، وهذا ما يعمله القطاع الخاص. نتمنى للقطاع الخاص أن يكون استمراره كما كان هذا في هذا المشروع. شكرا، وبسم الله نفتتح.